في مقولتين دايما انا بشوفهم وشايفه ان لهم اثر كبير في حياتي. اول مقوله: مسافر انت والاثار باقيه فاترك وراءك ما تحيي به اثرك. يعني انت مش هتبقى انسان بجد الا لما تموت يقولوا ربنا يرحمه ده علمنا حاجه مفيده، ده ساب اثر فيا، ده خلاني اتعلم حاجه جديده في حياتي فادتني بعدين وقدرت انقلها للناس. تاني جمله: اينما زرعك الله ازهر. يعني انت في مكان ممكن تكون مش متقبله 100% بس حاول تنجح فيه. بتمنى دايما ان كل انسان فيكم يستغل وقته كويس جدا ويعرف ان مش عيب اللي انت تمارس هوايتك، مش عيب اللي انت تعبر عن ذاتك، وان انت تخلي نفسك مبسوط بحاجات بسيطه ممكن تعملها عادي جدا، مش لازم تكون حاجه كبيره عشان تخلي الانسان سعيد.